Hello my dear students, how are you today? اليوم إن شاء الله يا خامس بدنا نحل الأسئلة الموجودة تحت الفقرة. في عنا سؤال تحت الفقرة لازم نحله. طبعا الفقرة بتتذكروها اللي هي unusual sets of twins. unusual sets of twins يعني توائم مختلفين أو على غير العادة. طيب نتذكر هاي الفقرة عن إيش بتحكي يا خامس. هاي الفقرة بتحكي عن التوينز. توينز اللي هم التوائم. حكينا في عنا التوينز هم عبارة عن أطفال مولودين في نفس اليوم لنفس الأم. في عنا توينز بحب يلبسوا مثل بعض، بيشتغلوا مثل بعض، ولكن هذا لا يعني إنه ما في عندهم اختلافات. حكينا في عنا نوع الميرور إيمج اللي هو مثلا واحد عنده مثلا بيرث مارك اللي هي علامة خلقية موجودة على إيده اليمين، أخوه بيكون على إيده الشمال، وهكذا like the mirror. إذن وهكذا النوع الثاني اللي هم الأقزام، التوينز الأقزام اللي هم الدورف، حكينا إنهم بيكونوا ما يعني طريقة نموهم بتكون لحد معين. وفي عنا كمان حكينا the سياميز. السياميز اللي هم التوأم الملتصق. هذول التوأم الملتصق أحيانا بيقدروا يفصلوهم وأحيانا ما بيقدروا يفصلوهم، خصوصا إذا كانوا يتشاركوا في عضو مهم مثل القلب أو الكلية أو إلى آخره. وحكينا إنه هذا النوع من التوائم اللي هو السياميز مش كتير يتم ولادته، لكن إنه يكون عند الإنسان توأم هي تجربة فريدة من نوعها، one of a kind experience. Let's read these questions and answer them together. Finish the sentence with a fact from the story. يعني أكمل الجملة باستخدام حقيقة من خلال هاي الستوري. طبعا هلأ احنا رح نحل السؤال ورح أفرجيكم وين الإجابة في الفقر. Number one. Twins are people who are born. يعني التوائم هم عبارة عن أشخاص تمت ولادتهم. هيها أول جملة. Twins are babies بس هم مستخدمين people who are born. who are born هي إذن هي الإجابة يا خامس. Twins are babies who are born at the same time to the same mom. who are born at the same time to the same mom يعني التوائم هم أشخاص تمت ولادتهم في نفس الوقت لنفس الأم. عفوا. Number two. Twins that are exactly the same on the opposite side of their bodies are. هلا بحكي لنا twins that are exactly the same. التوائم اللي فعليا كتير بيشبهوا بعض في عندهم on the opposite sides، يعني مثلا زي ما حكينا mirror عندهم أشياء مختلفة. زي ما حكينا مثلا واحد عنده علامة خلقية في إيده اليسار، الثاني عنده خلقية في إيده اليمين، عكس بعض. So of their bodies are alike. They are called mirror twins. We can find it here. هيها. There are twins who look alike. Bodies are alike. But it's the opposite side of their bodies that are alike. هيها. The opposite bodies that are alike. من هون. The opposite sides of their bodies that are alike. They are called. هيها. They are called mirror twins. هيها. Mirror image twins. طيب آخر سؤال. Twins that are joined together. عفوا. Twins that are joined together. اللي مرتبطين ببعض. مرتبطين ببعض يعني ملتصقين. They are called Siamese twins and they can often be separated. هيهم. Twins are joined together at one part of their body. هاي joined together. شو اسمهم؟ Siamese twins. And they can often be separated if they are twins who share the same heart or very important part. They cannot be separated. تمام؟ هيك بنكون خلصنا حل الأسئلة. طيب يا حلوي، هون في عنا مجموعة من الكلمات لازم نعرف معانيهم. عنا كلمة twins معناها توأم. unusual. unusual معناها غير عادي. dwarf. dwarf معناها قزم.
disability فينا نخليها كلمتين disability معناها عجز أو إعاقة. birthmark معناها وحمة أو علامة خلقية في الجسم أو على الجسم. one of a kind معناها فريد من نوعه. سياميز اللي هم التوأم الملتصق. طيب يا خامس هذا السؤال واجب لكم لازم نحله إن شاء الله مع بعض. find out استخرجوا من الفقرة اللي هي موجودة في صفحة 11 اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هي unusual sets of twins. noun اسم, verb فعل, adjective صفة, و pronoun اللي هي الضمير.